هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل تمام يا حلوين. شباب انتم شايفين شباب اليوم يا حلوين، طولوا بالكم، باقي شوي شباب صغيره وراح يتجدد جد الفاير باس يا اساطير. حبيبنا الفاير باس جيت حلوين، خلينا ندخل نشوف الوضع معي. اكيد الله تجدد، اكيد تجدد، ما تجدد لسه، تجدد شاب 20 ثانيه شباب عشان يسووني اكيد. لا تجدد، خلينا ندخل نشوف. طبعا شباب كثير متحمس للامور شباب، اوكي. قبل ما نبلش المقطع حبيبنا، قبل ما نعمل اي شيء لا تنسوا صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا على الناس، ولا تنسونا باللايكات والشيرات واللايكات وكل ما بعده، اوكي. يلا شباب اعتقد مش الحال، هيك نفتح نشوف. نفتح حبيبي والله، ليتس جو. قول لي اوكي، تنين ما تنين، نار وما نار، ولك عارش انت حلو. وين شباب ونار وين النار والصحراء معلم، والسيارة مو جديدة معلم، تنين يعني حلو. والله اكشن 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 باكشن حبايبنا. اوكي شباب الحلوين، مثل ما انتم شايفين يا اساطير اليوم عندنا هون نزل فاير باس. طبعا شباب انا جبت شحن مسبق، تمام، حصلنا على الشحن المسبق، حصلنا على سلاح اللي هو شاب الام بي 5، بفرجيكم اياه يا اساطير. هذا هو اعطونا اياه. وينه 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 وينه، هون كان، وين راح؟ وين راح يا زلمه؟ وين راح يا زلمه؟ وين راح يا زلمه؟ هذا كان في معدل، وين راح يا زلمه؟ هذا هو، هذا هو شباب الام بي 5. طبعا شباب كام بي 5 شباب الصراحه يعني لعبت فري فاير شباب، بلشوا يحطوا اسلحه ومع خاصيات، فهمتوا على كيف يعني؟ صراحة شباب كخاصية شباب صراحة مرتب، معدل اطلاق النار ومغزى ذخيرة كثير، بس ولكن سرعة الحركة عادي، ما بهم سرعة الحركة شباب، سرعة الحركة ما بتهم كثير، فهمتوا على كيف؟ اوكي شباب الحلوين، مثل ما انتم شايفين حبايبنا الشيء كثير حلو. طبعا شباب انا ما راح استعمله هذا، طبعا راح ابقى في استعمل هذا للشباب لانه فيه يعني سمات افضل وشخصيات، يعني مو شخصيات شو؟ شباب لا تغزوني شباب، صار لي 3 ايام شباب مالي لعب، مالي لعب اللعبه. الله يسعدكم شباب، لا تغزونا. ان شاء الله شباب من غدا يوم الاثنين شباب راح نفتح لكم، مو غدا يعني، اذا عم تشوف الفيديو اليوم الاثنين معناته خلص راح نتشكل نلبسوه شباب ان شاء الله على الفيسبوك، احط رابط راح يكون تحت بالوصف. اوكي شباب، اوكي خلينا نرجع، خلينا نركز. طبعا اوكي اول شيء شباب الحلوين عندنا هون اول سياره، تمام، عندنا هون اول سياره حبايبنا بالفاير باس، صراحه شكل حلو مرتب، دراجون مع دراجون. شو في عندنا كمان؟ قول لي هاي بالعاده شباب ما بيحطوا لنا هالنارات، هاي اول مره بيحطوا هيك شيء شباب حبيبي والله، اول مره بشوفها. عندنا هذا البانر شباب مرتب، عندنا هذا بالعاده بيحطوا تي شيرت بس غيروا شيء شباب، هذا صراحه في شيء تغير بالفاير باسات حبايبي مثل ما انتم شايفين. عندنا افاتار بانر جديد، افاتار، لا هذا كان افاتار وهذا بانر، اوكي خلينا ناخذ نفس. عندنا التشيكيتا جديد شباب، شكل جديد من التشيكيتات، وهنا عندنا افاتار هون جديد كمان. عندنا شخصيه البنت، طبعا شباب خلينا نعمل تزويت الكل، تمام، خلينا نعمل تزويت هون، تمام، خلينا نشوف كل يا شباب عشان نفرجيكم الاشياء كلش من كلش مع بعض. خلينا نعمل تزويت هون، اوكي حبيبي والله شباب السكين الفاير باس تاع البنت، اوكي حلو. طبعا شباب شكل تونا شوي. اوكي شباب الحلوين كشكل معلم شي باللوس، اوكي نبلش نشوف الثاني شباب، شوفوا هنا اشياء جديده كمان عندنا. عندنا هاي المضرب، هاي يا سلام، تمام اوكي اتس اوكي. التيشيرت الثاني، عندنا هاي تبعت الثلاجه شكل حلو، نار ومنار شكلها حلو كثير نجربها كمان. بانر جديد حبايبنا، قنبله يحتوي هذا البدر القاتل على المنار. اوكي هي القنبله، ثواني شباب بالعاده القنبلات ما لهم هالبانر، هذول الشيء طالع هذول الشعار ولا ما اعرف شو شباب هيك يطلع على الشاشه، فهمت علي؟ يمكن اول مره شباب عن جد الفاير باس في شغل تغييرات اشياء صراحه حلوه. الافاتار فوق شكله، والافاتار والبانر مبين مثل ما انتم شايفين فوق حبايبنا شيء مرتب. شو في ثاني؟ عندنا هنا اللوت بوكس، تمام اوكي، وانا طبعا الحجر شباب شيء مرتب، بس ولكن شباب الشيء يعني اللي مو عاجبني ما مرتاح لهذا الشيء انه ما في الرقصه، حرامات. اوكي بالنسبه للحقيبه شباب مثل ما انتم شايفين صراحه راح نجربها كمان مع بعضنا حبايبنا، نجرب الحقيبه ولا شباب حان وقت لهون نعمل الشباب تزويد ونشحن جد جد جدو الفاير باس كامل شباب 500 5250 جنب ورا ايبلا ول. اوكي ما اعطوني هيك شيء، هيك شيء ريجليجيشن معلم، ما في هيك ريجليجيشن. نعمل تزويد للمضرب كمان حبيبي والله، نعمل تزويد لهي عشان نجربها الشباب. بس صراحه شباب حبيت اجرب شيء، هل القنبله كمان عملها تزويد معلم؟ وشو في هون؟ وهالصندوق الغنائم كمان اللي عملوا تزويد، تمام. هون شيء كمان، وهالحقيبه كمان عملها تزويد تزويد تزويد، اوكي. والحزمه هي
يا عيني عليك. اوكي شوف، خلينا بس لحبيت نفرج اول شيء. قول لي قول لي شو هالنار وما نار معلم. طبعا شوف هاي، شوف راح تلاحظوا هذا الشيء، هذا الشيء الجديد يعني اللي حطونا اياه حبايبنا. ثواني وين هذا؟ اوكي. طبعا شباب هذه اول مره هيك بيحطونا هيك اشياء يعني جديده، جناح الازهر. هي ترى شباب مرات بيختلف الشكل، مرات بيختلف اشكاله شباب ليفل 1 2 3 بس، ولكن ما في شيء يعني، ما في شيء مختلف فيها. اوكي اتس اوكي. سو خلينا ننتقل شباب لشخصيه البنت، تمام، عشان نلعب السكين. هذا بعيد من المنزل، البنت افتقد عائلتي. افتقد عائلتي، مش دخل عائلته يا زلمه كريستيانو. اوكي نجي لهون معلم حبيبي، والله نجي على طبعا هون جسم البنت، تمام. وهذا هو الشيء الثاني تبع الشورت الثاني. خلينا ندخل على الباقه حبايبنا، نفتح ابو الباقه شباب هي، ونجرب ابو السكين حبايبنا، وبنفس الوقت نجرب الحقيبه. حابب اجرب الحقيبه شباب على السكين، فهمتوا علي كيف؟ يلا ليتس جو شباب. اوكي ترقبوا شباب، غدا نرجع للبسوس. اوكي يعني مثل ما اتفقنا، جهزونا الوضع غدا، بس نار ليتس جو معلم. هات نشوف. طبعا شباب شيء حلو بهالسكين الجديد شباب، هيك يعني في شيء جديد يعني، هذا هيك الجناح صاير هيك النار وما نار معلم حبيبي. ورا هذا شوف ال الحقيبه 1 على شخصيه البنت كيف شكلها، هيك يكون شكلها. طبعا حبايبنا نحاول يعني نفرجيكم اهم الاشياء يعني، فهمت علي كيف؟ واعطوا رايكم بالتعليقات حبايبي. هذا الحقيبه 3، حقيبه 3 شباب شفتوا عليها هيك نار وما نار يعني، وشعلات وما شعلات. قولي حبيبي والله. اوكي خلينا نطلع شباب الان ونشوف القنبله، تمام. القنبله ما شفناها حبايبنا، رح نشوفها مع بعض. طبعا خلينا ندخل على المجموعه. طبعا هون عندنا مراكب، هذول المراكب فرجيتكم اياها من شوي. ندخل على القنبله. وراح شو عم بيصير معي؟ تربطت سوري. القنبله يا ستير، وين القنبله؟ قنابل. هي هي. طبعا شباب خلينا نركز. لا والله بقف. ها مثل ما قلت لكم حبينا شيء جديد بهالقنبله شباب، الفاير باس فيها هذا اللي يطلع يحتوي على بذور قاتله من نوع خاص، يعني لما نقتل حدا بالقنبله الشباب يطلع هيك العلامه، فهمتوا علي كيف؟ طبعا هون الشباب ما في، كل القنابل هذول موجودات هون ما فيهم، تمام؟ شيء جديد شباب، حلو. فاير باس جديد شباب، وقنبله حلوه. شوف شكل القنبله كيف تنفجر؟ تنين وما تنين حبيبي والله، نار ويا نار، شعل شعل يا بوي. الان شباب خلينا نغير طبع الشخصيه، تمام؟ نروح على شخصية الشاب كريستيانو خزنة، تمام. وبنفس الوقت يا أساتير ندخل على الباقات ونفتح أبو الفاير باس، نفتح سكين الفاير باس حبايبنا الكرام. ليتس جو، كثير منكم متشوق لهذا الشيء، خلينا ندخل نشوف. انضم إلى القتال، كن الأسطورة. شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي كريستيانو الشباب، يا سلام عليك. خلينا ندخل على التدريب بشكل سريع حبايبنا. اوكي ونشوف السكين من قرب، ونفس الوقت شباب نروح حابب ندخل جيم عادي، بس نشوف هيك ننزلي، بس ننزلي عشان نشوف الدلاجه. ليتس جو. اوكي حبايبنا الان بالنسبه للسكين الفاير باس، تمام. مثل ما انتم شايفين حبايبنا يعني الصراحه يعني في شيء جديد، شيء مميز فيهم شبه النار هيك طالع هيك على اليمين معلم، في افكت كثير وشيء. هات نشوف هون، حبيت اتذكر شو هون يعني كله دراجون ما دراجون معلم، يعني التم تنين وما تنين. خلينا نشوف شباب الحقيبه نمبر 1، نشوف على جسم الشاب. طبعا مش نفس ال يعني البنت، تمام. اوكي هاي حقيبه 1، صار حقيبه 2 يا بوي. اوكي وحقيبه 3 يا بوي. قولي قولي شاب، حتى مع الاين معلم طالع نار وشرر. اوكي شباب لا شباب رح نطلع شباب، ما رح ندخل يعني بنطلع تدريب ونجرب نجرب نجرب نجرب، رح ندخل جيم سريعه، جيم كلاسيك ولا رانكت شباب. مش عايز يدخلنا بالجيمات، مش عايز يدخلنا ندخل جيم كلاسيك عادي شباب. حاول ندخل بسرعه جيم سولو على السريع، تمام، نجرب فيها النزله الدلاجه معلم. اوكي يا صديقي هيك بكون دخلنا على ساحه الساحه معلم. اوكي اتس اوكي ساحه الساحه. اوكي حبايبنا هذا هو. طبعا نفس الوقت خلينا نشوف شكل السكين معلم، كيف الشكل حبيبي والله. الحذاء نار، نار وشرار، يشتعل يشتعل، نار وشرار وش نار وشرار يا بوي يا بوي. نظارات معلم، بس النظارات صراحه شباب ما اعرف النظارات، لما نظارات ما لهم هاي الشيء شو سموها الشباب، اكتبوا بالتعليقات نظارات معلم، بس تحطها هيك وسافتي. كيف سافتي هيك معلم كريستيانو؟ وي شلون عامله حجي؟ تعبها شلون عامله هيك كريستيانو شباب؟ مثبت النظاره وحبيبي والله يا بوي. اوكي شباب الان راح نجرب
المزله هي معنا المزله هي الدلاجه المزله. الصراحه شباب شفت فيها كثير حلو مميز اللي هي فين النار. خلينا نجربها بشكل سريع. اوكي يلا ليتس جو انزل. يا سلام عليك مثل ما وقعت الشباب مثل ما وقع الشباب. يعني صراحه شكل جديد شباب شكل جديد مثل ما انتم شايفين. يعني بالعاده شباب هيك الشكل ما موجود يعني شكل جديد. اتس اوكي اتس اوكي معلم اتس اوكي. سو حبايبنا الكرام ما راح اطول عليكم اكثر من هيك يا احلى ناس. ان شاء الله انبسطتوا بهذا المقطع واستفدتوا بهذا المقطع يا شباب واستعرضنا لكم الفاير باش بشكل كامل. حبايبنا اعطونا لكم بالتعليقات الله يسعدكم ونلتقي ان شاء الله بمقاطع جديده حبايبنا اوكي وبسوس جديده شباب. رح نرجع للبسوس ان شاء الله غدا باذن الله تعالى يوم الاثنين شباب. ترقبوا الاستوريات يا احلى ناس. خلينا نشوف السكين هيك بشكل سريع. اوكي يا سلام. اعطونا تقييمكم تحت شباب التعليقات. يلا اقتلني اقتلني وريحني معلم عشان ننهي المقطع على رواق. يلا اقتل اسطوره. بشوفكم على خير شباب. سلام عليكم. هاي لايك like.